السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج ستيب باي ستيب. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا عن تشخيص السكر في البول، الجلوكوزوريا. هنتكلم النهاردة عن تحليل بندكت وازاي نشتغله في المعمل. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معكم كابتن اناليسز، يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن البندكت تيست، ازاي اقيس السكر بطريقة بندكت في عينة البول. ركز معايا. الاول هقول لك شوية معلومات مهمة جدا. نزول الجلوكوز في البول يسمى جلوكوزوريا، وده بيحصل عندي لما تكون نسبة الجلوكوز عدت العتبة فوق الكلوية، يعني بتكون من 168 ل 180 ميلي جرام بر ديسيليتر. كمان لازم تكون عارف ان الطبيعي ان الجسم بيفقد عندي كمية صغيرة جدا من السكر، اقل من 15 ميلي جرام. تمام. هيتم تشخيص السكر في البول بطريقتين، يا اما طريقة الستريب ميثود يا اما البندكت ميثود. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البندكت ميثود. بكل بساطة بنشتغلها ازاي في المعمل؟ هجيب محلول بندكت واجيب انبوبة زجاجية نظيفة، واخد 5 ملي من محلول بندكت احطه في الانبوبة، وبعد كده هضيف عليه 8 نقط من البول اللي هم حوالي نص ملي بول. هسخن الخليط ده كويس جدا لمدة دقيقتين، وبعد كده هسيبه يحصل له كولينج في لوم تمبريتشر، وابدأ الاحظ تغير الالوان. الصورة اللي قدامي دي بتوضح لي خطوات ازاي اشتغل تحليل بندكت. طيب يلا نعمل انتربريتيشن للنتيجة بتاعتنا. لو اللون فضل عندي ازرق يبقى انا كده النتيجة بتاعتي نيجاتيف، ولو اللون اتحول لاخضر بس مفيش ترسيب يبقى انا عندي تريس، نسبة السكر تريس في البول. اما لو اللون عندي اخضر وفي ترسيب يبقى انا هنا عندي السكر نسبته موجب واحد، ولو اللون بني وفي ترسيب يبقى السكر موجب اتنين، ولو اللون يلو اورنج وفي ترسيب يبقى موجب تلاتة، اما لو اللون احمر طوبي يبقى موجب اربعة. الصورة اللي قدامك دي بتوضح لي شكل الانبوبة والنتائج اللي هتطلع عليها. نكمل مع بعض. من عيوب طريقة بندكت ان هي مش سبيسيفيك للجلوكوز بس، ولكن بتدي بوزيتيف في حالات تانية من السكريات زي الجلاكتوز واللاكتوز والفركتوز والمالتوز والبنتوز. كل دول بيدوني ايجابية لتحليل بندك، وعشان كده هو مش سبيسيفيك. طب عشان اعمل تحليل للجلوكوز سبيسيفيك في اليورين، قالك هتستخدم الستريب، الشريط اللي موجود عندك في المعمل. لما يجي لك البيشنت بعينة يورين بتحط الستريب في اليورين وتشوف الجلوكوز. يبقى بكل بساطة لو انت عملت بندكت ولقيته بوزيتيف ورحت حطيت الشريط بتاعك في اليورين ولقيته بوزيتيف، يبقى كده المريض ده عنده جلوكوز في اليورين. دي كانت حلقة النهاردة في اختبار بندكت. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس، باي.